السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت بيستغل شات جي بي تي في ان هو يعمل لك اكلات. يعني هو شات جي بي تي متخصص في المطبخ، تبدأ تقول له مثلا افكر في ايه، طب انت عايز عندك ايه مثلا، عندي فرن، عندي خلاط، عندي كذا، ايه الحاجات اللي انت ناوي تستخدمها، وعايز وقت قد ايه مثلا، مستعجل 5 دقايق 10 دقايق، يبدأ يديك بعض الاكلات اللي انت ممكن ان انت تعملها بسرعة. ايه الحاجات اللي عندك في المطبخ؟ عندي كذا وكذا وكذا، هو يبدأ يعمل لك الاكلات. هو الموقع حلاوته وميزته في كده. لو انت عايز مثلا، طب انا عايز اكل فيجيتيريان، عايز لحوم، عايز كذا، قول له بس انت عايز ايه، وهو يبدأ يعمل لك الوصفات اللي من خلالها تقدر تعمل. ممكن تحدد الكاربوز اللي انت عايزها، ممكن يعمل لك بلان للأكلات اللي الأسعار زي ما أنت عايز. في حاجات بيزك يعني تقدر أنت تشتغل عليه ببلاش، أو بتدفع $3 في الشهر بيديك حاجات أكتر. خلينا نقول له ساين أب أهوت. ممكن تقول له بقى إيه الحاجة أنت بتفكر فيها. ممكن تقول له مثلا عندي خلاط، عندي بي بي كيو، معرفش ايه البي بي كيو دوت، لو حد يعرف يقول لي، عندي ميكرويف، فرن موجود، بس غالبا مش هشتغل، مش هعمل حاجة بالفرن. هو نسبيا الصراحة، بس خليها انترميديت يعني. طيب تبدأ تحطه زي ما انت شايف، في مثلا حاجات ماستر شيف، في مايكرو شيف، في الحاجات دي، بس دي برو. فخلينا احنا ايه في الخطة الأولانية. عايزين حاجة مثلا في 5 دقايق. فاقترح علينا أكلة، وكل ما بتقول له اقترح لي ممكن يعمل لك حاجات تانية تقدر انت تشوفها، وممكن تشويها كمان.